تتواصل برباط الدورة الثانية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال الذي يشكل فرصة بالنسبة لرجال الأعمال في البلدين لتدارس سبل تعزيز التجارة والاستثمار في إطار اتفاق التبادل الحر المبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والاتحاد العام لمقاولة المغرب بتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية يشكل أحد أهداف الشق الاقتصادي في الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة. فتحة وعلي. من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبتعاون مع كتابة الدولة وغرفة التجارة الأمريكيتين تعقد بالعاصمة الرباط الدورة الثانية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال، فرصة لرجال الأعمال في البلدين لتدارس سبل تعزيز التجارة والاستثمار في إطار اتفاق التبادل الحر المبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالخصوص بوضع نظام متفق عليه فيما يخص الضرائب ودراسة آفاق التنسيق بين السلطتين التشريعيتين، إضافة إلى بحث فرص التجارة والاستثمار، تعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة لتحقيق تنمية اقتصادية بإفريقيا. هذا المؤتمر تعرف بأهمية الوضعية الجغرافية للمغرب كانطلاقة لأمريكا على باب انطلاقة لأفريقيا على باب أوروبا، وكذلك نقطة وصل بين الغرب والشرق. عقد هذا اللقاء بشكل منتظم يدخل في إطار أهداف الشق الاقتصادي في الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، كما يشكل إطارا مناسبا لاستغلال الفرص الجديدة من أجل إقامة مشاريع مشتركة بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية. وكانت الدورة الأولى لهذا المؤتمر التي انعقدت عام 2012 بواشنطن قد حققت نتائج إيجابية، بحيث توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة.